إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله النبي الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إنجيل برنابة هو أقدم نسخة من الأناجيل، فليه مش بتعترف به الكنيسة؟ وإيه أهمية المعلومات اللي فيه؟ وهل فيه معلومات اتفقت على ما جاء به القرآن الكريم؟ ويا ترى إيه اللي قاله عن المسيح خلى النصارى يرفضوه ويعدوه؟ وهل يؤمن به المسلمين كوحي من الله؟ كل ده هنعرفه بإذن الله في الحلقة دي، فما تنسوش دعمنا ونشر العلم بين الناس. جزاكم الله خيرا. إنجيل برنابة هو واحد من ضمن الأناجيل اللي بتسميها الكنيسة أناجيل الأبوكريفة، يعني المزورة أو غير القانونية أو غير المعترف بها، واللي بيوصل عددها لما يقرب من 70 إنجيل. ولأهمية ما يحتويه من معلومات ولما بينه وبين الأناجيل الأربعة من تشابه في التعريف بالمسيح عليه السلام ودعوته، تعالوا نتعرف عليه باختصار. برنابة اسمه يوسف ويلقب ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنسية، وهو خال مرقس صاحب الإنجيل، وهو من التلاميذ اللي اختارهم المسيح عليه السلام بالرغم من إنكار ده من القمص عبد المسيح بسيط. وإن تلاميذ المسيح 12 ذكروا أسمائهم وليس فيهم اسم برنابة كما يزعم كاتب إنجيل برنابة. واللي هيرد على القمص عبد المسيح بسيط الكتاب المقدس اللي بيؤمن بيه، واللي بيأكد لنا ان برنابة من تلاميذ ورسل المسيح عليه السلام، والدليل موجود في اعمال الرسل الاصحاح 4 عدد 36-37، ويوسف الذي دعي من الرسل برنابة الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، اذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. ولاوي يعني رجل دين يهودي، وتبرع بكل ماله للفقراء. وفي إنجيل مرقس الإصحاح 15 عدد 43، جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف، وكان هو أيضا منتظرا ملكوت الله، فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. وفي يوحنا الإصحاح 19 عدد 38، ثم إن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع. وفي سفر أعمال الرسل إصحاح 11 عدد 22، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع غفير. طيب السؤال هنا، بما ان برنابة كان رجل صالح وممتلئ بالروح القدس، ليه الكنيسة رفضت انجيله؟ فقانون جلاسيوس اللي صدر في عام 496 ميلاديا حرم مجموعة من الاناجيل من بينها انجيل برنابة، والدليل موجود في موقع الانبا تكلا زي ما حضراتكم شايفين. وينسب لبرنابة أقدم نسخة من الإنجيل، وهي النسخة اللي اتكتبت سنة 50 بعد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وبينكرها النصارى حاليا ومش بيعترفوا بيها لأنها بتنكر ألوهية المسيح عليه السلام. وتم الكشف عن نسخة من إنجيل برنابة في تركيا تعود ل 1500 سنة، مكتوبة على ألواح ورقية من ماء الذهب. حضراتكم شايفين على الشاشة دي تعود إلى ما قبل 1500 عام، من أكتر من 1500 سنة قبل مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بيقولوا في الخبر، الخبر طبعا عمل حالة من الارتباك لوسائل الإعلام داخل الفاتيكان، حيث طلب البابا بمعاينة الكتاب الذي بقى في الخفاء أكثر من 12 عاما وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية،
وقال وزير الثقافة والسياحة التركي أن قيمة الكتاب تقدر ب 22 مليون دولار، حيث يحوي نبوءة المسيح بظهور النبي محمد، ولكن هناك من عمد إلى إخفاء طيلة السنوات الماضية لتشابهه الشديد مع ما جاء في القرآن بخصوص ذلك. وجاء في نسخة الإنجيل أن المسيح أخ جاهنا سأله عمن يخلفه فقال محمد هو اسمه المبارك. وذكر وزير الثقافة والسياحة أن الفاتيكان طلب رسميا معاينة الكتاب اللي في حوزة السلطات التركية بعد اختفائه عام 2000 بمنطقة البحر المتوسط، واتهموا عصابة من مهربي الآثار بسرقته خلال الحفريات غير الشرعية. صحيفة حريت دي كبرى الصحف التركية قالت أن هذا الكتاب المقدس هو إحدى النسخ الأصلية للإنجيل المعروف باسم إنجيل برنابا غير المعترف به من قبل الطوائف المسيحية، وأوضحت أنه تم نقل الكتاب المقدس الذي احتفظت به السلطات التركية في خزانة بإحدى قاعات المحاكم على مدار 12 عاما إلى متحف أنقرة للأنثروبولوجيا، وهو مكتوب بحبر ذهبي باللغة السريانية وهي لغة آرامية في بلاد الشام. وأقدم خبر لاكتشاف إنجيل برنابا كان تقريبا سنة 492 ميلادية، لما أصدر البابا جلاسيوس قرار يحرم فيه تداول مجموعة من الكتب والأناجيل كان منها إنجيل برنابا، وده كان قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كده ظهر على السطح مرة أخرى سيرة إنجيل برنابا في آخر القرن 16 الميلادي، وقد قيل اللي عثر عليه هو راهب يسمى فرامارينو. الراهب ده كان من المقربين للبابا سيكتوس الخامس، وبعدين دخل مع البابا سيكتوس إلى المكتبة، ولما البابا غلبوا النوم دور في المكتبة عن كتاب يتسلى بيه، فلقى الكتاب ده فقراه فعجبه وقرر أنه ياخده بدون علم البابا، فخرج من المكان بالكتاب ده. وقيل ان فراميرينو لما قرأ الكتاب ده اسلم. الكتاب وصل من ايد لايد لحد احد امراء روسيا، ومنه الى احد المتاحف اللي الى ان تم ترجمته للغة الاسبانية في القرن 18. بعد كده تم ترجمته للغة الإنجليزية ثم للغة العربية بواسطة الكاتب المسيحي الدكتور خليل سعادة سنة 1907 ميلادية. والمترجم ده واضح أنه غير كتير في الترجمة، ومن الأدلة على كده أنه ذكر في الهوامش أنه ترجم من الأصل الإيطالي والأصل الأسباني، لكن الحقيقة أنه ترجم من النسخة الإنجليزية، والأصل الأسباني مطموس وناقص باعتراف المترجم في المقدمة، واعترف أن الأصل الأسباني والإيطالي ملوش وجود أساسا. كمان اعترف المترجم في الهوامش أكتر من مرة أنه غير كلام في النسخة الأصلية عند الترجمة بحجة عدم وضوح الأصل، ودي عدم أمانة علمية. بالرغم أن مترجم الكتاب مسيحي وهو الدكتور خليل سعادة، إلا أننا نلاقي القساوسة وعلماء الدين المسيحي بيقولوا على إنجيل برنابا أنه مزيف ومزور. هو إنجيل مزور غير صحيح. برضو لما بنسمع ما يسمى بإنجيل برنابا، لا يوجد في الحقيقة شيء بهذا الاسم، وإن كان في كتاب مزيف ظهر من عدة قرون وخد الاسم ده من أجل الشهرة والتوزيع، ولكنه مليان أخطاء كبيرة، والأخطاء ده هي ضد الأديان، وأخطاء في الجغرافيا، وأخطاء في التاريخ، ولذلك هذا الكتاب ليس له أي قيمة تذكر في الحياة بصفة عامة أو في الحياة المسيحية. وهذا كتاب مزيف يعود إلى القرن السادس عشر الميلادي، وبه أخطاء كثيرة عن المسيح وعن جغرافية فلسطين، فهو كتاب مزيف مش إنجيل مزيف، كتاب مزيف. مش معقول برنابا ده يكون إنجيل، مستحيل يكون إنجيل. وسبب اعتراض النصارى على إنجيل برنابا يرجع لعدة أسباب، وهي أولا أنه صرح أن المسيح عليه السلام إنسان مش إله ولا ابن إله، وبيّن أن سبب تأليف إنجيله هو رد الشبهة اللي نشرها بولس مع غيرها من الافتراءات زي ترك الختان وإباحة أكل اللحوم النجسة. ونلاقيه بيقول في أول إنجيله: أيها الأعزائي،
إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوة التقوى، مبشرين بتعليم شديد الكفر، داعين المسيح ابن الله ورافضين الختان الذي أمر الله به دائما، مجوزين كل لحم نجس، الذين ضل في عدادهم أيضا بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى، وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله. ثانيا، أنه نقل عن المسيح التصريح بأن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام مش إسحاق زي ما اليهود بيقولوا، وبيوضح الحقيقة دي وبيقول: أجاب يعقوب: يا معلم قل لنا من صنع هذا العهد، فإن اليهود يقولون بإسحاق والإسماعيليون يقولون بإسماعيل. أجاب يسوع: صدقوني لأني أقول لكم الحق، إن العهد صنع بإسماعيل لا بإسحاق. ثالثا، أنه نقل عن المسيح التصريح بالبشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه، وذلك في مواطن عدة من كتابه، منها أن اليهود سألوا المسيح عليه السلام عن اسم النبي المنتظر، فقال الكاهن حينئذ: ماذا يسمى مسيا، وما العلامة التي تعلن مجيئه؟ فأجاب يسوع: إن اسمه المبارك محمد. رابعا، صرح أن المسيح ما اتصلبش وإنما رفع إلى السماء، وأن اللي اتصلب هو يهوذا الإسخريوطي، وهو اللي وشب المسيح لدى اليهود وألقي عليه شبه المسيح فاتقبض عليه وصلب بدل عن المسيح عليه السلام. وعلشان الأسباب دي بيصر النصارى إن كاتب إنجيل برنابا مسلم، وعمل كده علشان يخدع النصارى علشان يدخلوا الإسلام. إن كاتب هذا الإنجيل واحد اسمه مصطفى العرندي، مع أغلب الظن فإنه شخصية مسيحية أسلمت في الأندلس. الأنبا شنودة بيرد على الدعاء إن كاتب إنجيل برنابا مسلم لعدة أسباب منطقية. فبرنابا يقول إن المسيح هو محمد، لكنه ضد القرآن في إنه يقول إن المسيح هو محمد وليس هو عيسى ابن مريم كما يقال في القرآن، لأن في القرآن حوالي 11 آية تسمي المسيح بأن هو المسيح اللي هو ابن مريم، 11 شاهد يقول إن المسيح هو ابن مريم، زي آل عمران آية 45: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، يعني الشهادة في القرآن أن المسيح هو ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وفي سورة النساء 170: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فواضح أن المسيح هو ابن مريم. يجي بقى الأشياء اللي ضد القرآن نقدر نشوفها، يعني مثلا دائما يسمي المسيح باسم يسوع وفي القرآن يسمى عيسى، فده برضو خلاف في الاسم. يتكلم عن أخو هابيل هو قايين، نفس الكلام الموجود في التوراة وفي القرآن اسمه قابيل. بيقول إن مريم ولدت بغير ألم، وفي القرآن لما جاءها المخاض قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بيتكلم عن عدد السموات ويقول إنها 10 كما ورد في كوميديا دانتي، وفي الإسلام 7 سموات انطباق. الكلام اللي ورد من الخرافات طبعا كلام لا يقبله الإسلام ولا يقبله القرآن. كلامه عن أن الشيطان يعرف المستقبل كلام أيضا لا يقبله الإسلام. كون أنه بينسب الإنجيل إلى برنابا برضو لا يقبله الإسلام، لأن الإسلام
باستمرار يتكلم عن الإنجيل إن هو إنجيل عيسى ابن مريم. وفكرة إن برنابة هو الذي كتبه أو أمره المسيح بالكتابة أو أنه بيكتب ضد بولس كلها ضد فكرة الوحي في الإسلام. كون أنه يذكر معجزة تحويل الماء إلى خمر في فصل 15 برضو أيضا ضد الإسلام، الإسلام ما يوافقش على تحويل الماء إلى خمر. وكلامه في فصل 53 عن موت الملائكة برضو أمر لا يوافق عليه الإسلام. وضد فكرة الوحي إن المسيح أمر برنابة أن يكتب ما شاهده في أيامه، ده ضد فكرة الوحي في الإسلام. في الإسلام يقول إنا أنزلنا لك الذكر، يعني منزل من الله، مش قال له اكتب يا برنابة اللي أنت شفته، ده ضد فكرة الوحي في الإسلام. قوله عن الحواريين أنهم سرقوا وكاذبون في فصل 128 لا يمكن الإسلام يوافق أن الحواريين كانوا كذبوا وسرقوا، يقولوا أما التلاميذ الذين لم يخافوا الله فذهبوا ليلا وسرقوا جسد يهوذا وخبأوه وأشعوا أن يهوذا قد قام، بينما القرآن يشهد للحواريين بالخير وأنه أنزلت إليهم مائدة من السماء وإنهم من المؤمنين. علماء المسلمين كتبوا أيضا ضده. طيب طالما كأن كاتب إنجيل برنابة مش مسلم، أمال مين اللي كتب إنجيل برنابة؟ إن البعض يقولون إن كاتب إنجيل برنابة ليس مجرد راهب أسلم، إنما غالبا ما يكون راهبا أصله يهودي. حتى نفس الكلام هنا يقول اللي بيهاجموا داعين المسيح ابن الله، طب دي في اللاهوت، ورافضين الختان. مسألة الاهتمام بالختان مسألة يهودية، الذي أمر به الله دائما برضو مبدأ يهودي، مجوزين كل لحم نجس، والكلام عن اللحوم النجسة برضو مبدأ يهودي. في المواضيع اللي تخص مسألة اليهودية نقدر أيضا نشوف بعض نقط تانية. في 12-16 يتكلم عن اليهود، يقول كما وعد أبانا إبراهيم وابنه إلى الأبد، ثم أعطانا ناموسه الطاهر على يد عبده موسى لكي لا يغشنا الشيطان ورفعنا فوق جميع الشعوب. برضو الكلام ده ما يقولوش غير شخص يهودي. وفي 22-2 يقول أجاب يسوع الحق أقول لكم إن الكلب أفضل من رجل غير مختون. مش ممكن إلا واحد يهودي يقول الكلام ده، الكلب أفضل من رجل غير مختون، ده حتى ولا اليهودي يقول الكلام ده. 21 يقول فعلم الرجل أنه لما قال يسوع ليرحمك الرب إله إسرائيل استرد ابنه صحته. طبعا مش ممكن حد يقول للرب إله إسرائيل غير يهودي. وبعدين يقول ولما دخل بيته حطم كل آلهته تحطيما قائلا ليس الإله الحقيقي الحي سوى إله إسرائيل، ولذلك قال لا يأخذ خبزي أحد لم يعبد إله إسرائيل، يعني كلام واحد يهودي. وكلام الأنبا شنودة بيتفق مع مترجم كتاب إنجيل برنابة الدكتور خليل سعادة، اللي وصف صاحب الإنجيل بأنه على إلمام واسع جدا بالعهد القديم والنصرانية أكثر ممن نظروا أنفسهم للدين النصراني وتفسيره وتعليمه، فكيف يكون مسلما وله هذا الإلمام الواسع؟ وتعرض إنجيل برنابة للعديد من الشبهات،
واللي بالبحث والتدقيق فيها اتضح ان شبهات مشتركة مع الأناجيل الأربعة اللي بيؤمن بها النصارى حاليا. فإذا رفضوا إنجيل برنابا لشبهة ما، فعليهم أنهم يرفضوا الكتاب المقدس أيضا لوجود نفس الشبهة فيه. ونظرا لكثرة هذه الشبهات فسوف يتم عرض نماذج لبعضها ومناقشتها بأسلوب علمي أكاديمي إن شاء الله. الشبهة الأولى، يقول البابا شنودة معترضا على إنجيل برنابا: خرافة إنجيل برنابا كتاب مملوء بالشتائم على لسان المسيح وبعبارات لا يقبلها السمع ولا الذوق. بس الكتاب المقدس برضو مملوء بالشتائم على لسان المسيح وبعبارات لا يقبلها السمع ولا الذوق، فليه مش بتعترض عليه يا حضرة البابا؟ ويكمل البابا شنودة كلامه فيقول: السيد المسيح له المجد المعروف بالرقة العجيبة وبالرقة والوداعة وتخير الألفاظ قبل النطق بها. ده شيء أكيد، بس الكتاب المقدس صور المسيح عليه السلام بأنه شخص عدواني جدا، فالمسيح بيقول أنه جه من أجل السيف والتفريق بين الناس. لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها. وكمان المسيح بيقول إن جه علشان يرمي نار على الأرض. جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت؟ وبيقول إنه جه علشان يلقي الانقسام على الأرض. أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم، بل انقساما. وضرب كل اللي في الهيكل بالكرباج. فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب دراهم الصيارس وقلب موائدهم. ففين الرقة والوداعة هنا؟ وليه البابا شنودة مش بيعترض على الكتاب المقدس لأنه صور السيد المسيح عليه السلام بالشكل ده؟ ويواصل البابا شنودة اعتراضه على ما جاء في إنجيل برنابا بقوله: يضع برنابا على لسانه ألفاظا غير لائقة ويصوره إنسانا شتاما يشتم الكل، ويشتم تلاميذه القديسين، ويشتم الذين يكرمونه، ويشتم من يسأله، ويشتم من يطلب منه الشفاء، ومن يخطئ في الحديث بغير قصد، بل يشتم بلا سبب. وفي المقابل نقدر نصيغ نفس الصياغة على الكتاب المقدس ونقول: يضع الكتاب المقدس على لسان المسيح ألفاظا غير لائقة ويصوره إنسانا شتاما يشتم الكل، ويشتم تلاميذه، ويشتم من يسأله، ويشتم من يطلب منه الشفاء، بل يشتم بلا سبب. فليه مش بتعترض عليه؟ فالمسيح بيسب كل اللي جه قبله، وصفهم بأنهم سراق ولصوص. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخرافة لم تسمع لهم. ويسب ويلعن الفريسيين: ولكن ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تعشرون النعنع والسذابة وكل بقل، وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم مثل القبور المختفية، والذين يمشون عليها لا يعلمون. فأجاب واحد من الناموسيين وقال له: يا معلم، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا، تشتمنا نحن أيضا، تشتمنا نحن أيضا. فقال: وويل لكم أنتم أيها الناموسيون، لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل، وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم، إذن تشهدون وترضون بأعمال آبائكم، لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم.
وكمان بيقول لهم يا أولاد الأفاعي. أيها الحياة أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ وبيوصف غير اليهود بالكلاب والخنازير. لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير، لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. فليه الأنبا شنودة مش بيعترض على الكتاب المقدس؟ لأنه ذكر على لسان المسيح ألفاظ غير لائقة، وبيصوره على أنه إنسان شتام بيشتم كل الناس. فهل يقدر المسيحي أن يرفض الكتاب المقدس وما يعترفش بيه زي ما رفض إنجيل برنابا؟ الشبهة الثانية، البابا شنودة في بداية مقاله بيقول آدم وحواء يبكيان 100 سنة بلا انقطاع، وبيذكر أن عبارة 100 سنة فيها مبالغة يصعب تصديقها في إنجيل برنابا. فعلا عندك حق أن الكلام ده ما يقبلوش العقل، ولكن هل يعقل أن طعام إنسان في يوم واحد فقط يكون 30 كر سميز و60 كر دقيق و10 تيران مسمنة و20 ثورا من المراعي، ده غير 100 خروف وغير الأيائل والظباء واليحامير والأوز المسمن، وده اللي ذكره الكتاب المقدس في سفر الملوك الأول. وكان طعام سليمان لليوم الواحد 30 كر سميز و60 كر دقيق و10 ثيران مسمنة و20 ثورا من المراعي و100 خروف، ما عدا الأيائل والظباء واليحامير والأوز المسمن. الشبهة الثالثة، يستمر البابا شنودة في استنكاره لما جاء في إنجيل برنابا من خرافات، وبيقول إن من الخرافات في إنجيل برنابا بكاء النباتات وأنين الشمس وكيف تأني الشمس، هل ستوهب عقلا ونفسا وحسا وكيف يبكي النبات والعشب. سبحان الله، ده الشجر والنبات مش بيبكي بس، ده كمان بيتكلموا مع بعض، وده اللي ورد في سفر القضاء. مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكا، فقالت للزيتونة املكي علينا، فقالت لها الزيتونة أأترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ ثم قالت الأشجار للتينة تعالي أنت واملكي علينا، فقالت لها التينة أأترك حلاوتي وثمر الطيب وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ فقالت الأشجار للكرمة تعالي أنت واملكي علينا، فقالت لها الكرمة أأترك مستاري الذي يفرح الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ ثم قالت جميع الأشجار للعوسج تعال أنت واملك علينا، فقال العوسج للأشجار إن كنتم بالحق تمسحونني عليكم ملكا فتعالوا واحتموا تحت ظلي، وإلا فتخرج نار من العوسج وتأكل أرز لبنان. نستنتج من الكلام ده إنه إذا كان مقياس مصداقية الكتب المقدسة هي عدم احتوائها على عجائب ومبالغات تؤكد إنها من وحي الخيال وإنها ليست من وحي الله عز وجل، فمن باب أولى ذكر الكتاب المقدس اللي بيحتوي على العديد من القصص التي لا يصدقها العقل أيضا. الشبهة الرابعة، بيقولوا إن إنجيل برنابا فيه مخلفات كتيرة لأسفار الكتاب المقدس، ولو كان كاتب الإنجيل ده هو برنابا ما كانتش الأخطاء دي هتكون موجودة، ووجود الأخطاء دي بيدل إن كاتب إنجيل برنابا غير ملهم بخلاف اللي كتبوا أسفار الكتاب المقدس اللي كانوا ملهمين بالروح القدس. وعلشان كده لا يمكن اعتبار إنجيل برنابا سفر مقدس. ومن المخلفات اللي ذكروها ما يلي: في إنجيل برنابا الإصحاح الثاني العدد من 2-16 إن يسوع المسيح ذهب إلى بيت سمعان الأبرص، وفي إنجيل متى الإصحاح الثامن عدد 14 وإنجيل لوقا الإصحاح الرابع عدد 38 إنه بيت سمعان بطرس، وفي إنجيل برنابا
الإصحاح 68 عدد 19 وهزم 120 ملكا من الكنعانيين والمدينيين. لكن في سفر يشوع إصحاح 12 عدد 24 إن عددهم 31 فقط. وفي إنجيل برنابا الإصحاح 63 عدد 19 وهكذا فعل إبراهيم لفرعون. لكن في سفر التكوين 20-17 إن صلاة إبراهيم كانت لأجل أبي مالك لا لفرعون. وفي إنجيل برنابا الإصحاح 50 عدد 36 وقضى قورش بأن يكون دانيال طعاما للأسود. لكن في سفر دانيال الإصحاح السادس عدد 16 إن داريوس هو الذي قضى ذلك وليس قورش. في إنجيل برنابا الإصحاح 44 عدد 11 فكيف يكون إسحاق البكر وهو لما ولد إسماعيل ابن 7 سنين؟ إن إسماعيل كان ابن 13 سنة. أما في إنجيل برنابا إصحاح 33 عدد 22 وقتلوا 120 ألف. لكن في سفر الخروج إصحاح 32 عدد 28 إن العدد هو 3000 فقط. والجواب صحيح في اختلافات بين إنجيل برنابا وأسفار الكتاب المقدس، ولكن المفاجأة اللي أنتم ما تعرفوهاش أو متغافلين عنها إن أسفار الكتاب المقدس نفسه في بينها وبين بعض اختلافات. فإذا كان الاختلاف دليل على عدم قدسية إنجيل برنابا فهو برضو دليل على عدم قدسية أسفار الكتاب المقدس. وأهم الاختلافات الموجودة بين أسفار الكتاب المقدس نفسه ما يلي: في إنجيل متى الإصحاح 26 عدد 6 وإنجيل مرقس إصحاح 14 عدد 3 إن يسوع تناول العشاء في بيت سمعان الأبرص، وفي إنجيل يوحنا إصحاح 12 عدد 2 إنه في بيت العازر. في إنجيل متى إصحاح 8 عدد 4 وإنجيل لوقا إصحاح 4 عدد 38 إن بيت سمعان بطرس في كفر نحوم، وفي إنجيل يوحنا العدد الإصحاح الأول عدد 45 إن بيته في صيدا. في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث العدد من 35-36 شالح ابن قينان ابن أرفكشاد. وفي سفر التكوين الإصحاح 11 عدد 12 شالح ابن أرفكشاد بدون ذكر قينان. في سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح 3 عدد 16 يكينيا ابن يهوياقيم. وفي سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 36 عدد 8 يهوياكين ابن يهوياقيم. وفي سفر أرميا إصحاح 37 العدد الأول كين يهو ابن يهوياقيم. ثلاث أسماء لشخص واحد. في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 24 عدد 9 إن عدد إسرائيل هو 800 ألف ورجال يهوذا 500 ألف، بينما يذكر سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح 21 عدد 5 إن عدد إسرائيل 1,000,000 يعني 1,000,000 و100 ألف ورجال يهوذا 470 ألف. وفي سفر أعمال الرسل الإصحاح 7 عدد 14 إن عدد آل يعقوب الذين دخلوا مصر كانوا 75 نفس، بينما في سفري التكوين 46-27 والتثنية 10-22 إن عددهم هو 70 نفس فقط. وغيرها الكثير من الاختلافات، بس فضلت أذكر بعض النماذج علشان ما أطولش على حضراتكم. ونيجي بقى للسؤال المهم، وهو هل يؤمن المسلمين بإنجيل برنابا كوحي من الله؟ على الرغم من موافقة إنجيل برنابا لبعض معتقدات المسلمين إلا أنهم لا يؤمنون به، لأن المسلمين بيؤمنوا بالإنجيل اللي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على السيد المسيح عليه السلام. فرفض المسلمين نسب إنجيل برنابا إلى أحد من المسلمين لأنه وجد في بيئة مسيحية وقد سبق ذكره قبل الإسلام بقرون. ويعتبر إنجيل برنابا بالنسبة للمسلمين كتابات غير معصومة من الخطأ أو النسيان أو التحريف، وهو يعتبر كتاب كأي كتاب تاريخ، والمؤلف لم يذكر إنه وحي من الله. وعلى المسلم إنه ما يضيعش وقته ووقت النصارى في المجادلة على كتاب مش بيعترفوا به. فالله سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم على لسان اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
يعني هنا بيقولوا يا مسلمين مش هتدخلوا الجنة أبدا إلا لما تكونوا يهود أو نصارى. فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم وقال لهم تلك أمانيهم، يعني ده اللي تمنوه على الله بغير حق، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لذلك البرهان بتاعهم كان الكتاب المقدس اللي اتعمل بحوالي 2000 لغة مختلفة. فالمسيحيين بيقولوا كتابنا المقدس مش إنجيل برنابة، علشان كده أنت كمسلم لازم تتعامل مع الكتاب المقدس على إنه البرهان اللي بيستدلوا بيه على صدق معتقدهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.